بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله احبابنا ويا هلا مرحبا فيكم، وننطلق معاكم مع برنامجكم الراي 10 ل 10 لكل من يشاهدنا ويتابعنا داخل الكويت وبرا الكويت. مساء جميل جمعنا معاكم ومع ضيوفنا اللي راح ننطلق معاهم الليله ان شاء الله بمواضيع مختلفه ومتنوعه. مساكم جميل ومساء الخير على زملائي ومساء الخير على احمد. مساء الخير احمد وحياك الله وتركي، ومساء الخير على كل من يتابعنا من خلال شاشه الراي. يعني قبل لا نتكلم عن مواضيعنا، لكن خلونا اكيد يعني نقدم اسمايات تبريكات وتهاني لدوله قطر الشقيقه على يومها الوطني. والله يديم الاعياد والافراح على دول الخليج جميعا، يعني ان شاء الله يعني آمين. الواحد دائما يتمنى بان الخير والامن والامان يضم دول الخليج واكيد الامه الاسلاميه يا رب، اللهم امين. وفي موضوع نبي نسولف فيه اليوم انا وياك وتركي قبل لا تيريم شويه، صار اتاخر هالكم يوم، لكن النصب والاحتيال زاد. نعم، ايضا اضم صوتي لصوتك، وايضا نبارك الشقيقه قطر ونرفع لهم اسمايات التهاني والتبريكات بمناسبه الاعياد الوطنيه، وعسى الله يديم هذه الافراح عليكم ان شاء الله وعلى الامه العربيه والاسلاميه، يجمعنا دائما ان شاء الله على الخير والمعزه والمحبه والاستقرار والامن والامان بجميع الدول العربيه والإسلامية. فألف مبروك قطر، ومن سعادة ومن أفراح إلى أفراح إن شاء الله. بالضبط أحمد مثل ما تفضلت، يعني شهدت الكويت في الآونة الأخيرة، وإن كانت في السابق موجودة هذه القضايا، لكن اليوم أصبحت بكثرة. صح. هل هو بسبب تداولها من خلال وسائل التواصل والصحف اليومية، أو أن فعلا ازداد الأمر في هذا الموضوع وأصبحت الناس أصحاب النصب والاحتيال ما يبالون في هذا الأمر؟ صحيح. ولا توجد عقوبة صريحة وواضحة تطبق عليهم أو انطبقت عليهم، يتم الإعلان عنها والإعلان عن هذه الشركات مثل ما صار في الإسكان وأزمة. صحيح. المطر استبعدوا الشركة. طيب إنزين، النصب والاحتيال اللي قاعد يزيد اليوم، الصحف اليومية وسائل التواصل وغيره تغص بهذه القضايا، قضايا النصب والاحتيال، والناس راحت منها، اللي راح منها 18000 واللي 20000 مجهوده وحلاله. صحيح. وبيزاته وجامعها هالفتره هذه، ويشاري الى مكان يبي يستثمره على الامد الطويل، ولا يبي يستثمره على الامد القصير، او يبي يستفيد منه في رحلاته، يواجه النصب والاحتيال. تحويشه الامر تروح عليه على النصب والاحتيال تحت مرعى ومسمع الدوله. شوف راشد، يعني احنا هم على اساس ان نوضح هذه الجزئيه، اليوم النصب والاحتيال اللي قاعد يواجهه المجتمع الكويتي من البعض اللي اكيد ما يخافون الله مختلفه، وعندهم طرق مختلفه. يعني انا يمكن قبل كم يوم سمعت خبر بان في شخص قاعد يبيع على المواطنين سيارات فارها، يعني يوهمهم من بين سيارات فارها، يبيعهم بسعر مختلف عن سعر السوق. فمساكين طبعا لانهم ما عندهم الوعي القانوني الكافي بعمليه البيع والشراء، يشوفون بعض الاوراق يظن بانها قانونيه وما يلجؤون الى محامي، بحيث انه ما يبي يطوف هذه الفرصه الا انه يتفاجئ انه تعرض للنصب والاحتيال. انا قاعد اكلمك عن سيارات، في ناس بيوت، وفي ناس امور مختلفه برا الكويت وداخل الكويت. اليوم هل فعلا في قوانين تساهم بحماية الأشخاص المستهلكين بهذا الموضوع، بحيث أنه ممكن تقل النسبة، لأن اللي قاعد نشوفه واللي قاعد يوصل لنا ترى النسبة قاعد تزيد، فهل التطور هو سبب تشوفه أبو تركي؟ والله يا أخوي مو معقول التطور، كل البلدان تتطور، هذا العالم المتقدم أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة، وإحنا الدول النامية وقاعد نحاول نتماشى معاهم، عندها تطور وعندها تكنولوجيا وعندها يعني كل شيء على الأونلاين، ما سمعنا والله فيها نصب واحتيال مثل ما نسمع عندنا بهذه. صحيح. الطريقة عندنا قوانين، عندنا كل شيء، تطور مطلوب، لكن مو معقولة بهذه الصورة وبهذا الشكل أن يتم العملية على عينك يا تاجر، وأن الناس تتكرر هذه القضايا. صحيح. عملية التكرار معناته أن في ناس يتشاطرون على القانون، أولا القانون يغض البصر بعض الأحيان، وبعدين فجأة تعالي ونطبق عليكم القانون، دور الشخص والله راح على أول رحلة إلى البلدان الفلانية. صحيح. سافر، والأمثلة كثيرة. نعم. وإحنا ما نذيع سر في هذا الأمر، قبل فترة كان في تحويل شخص إلى التحقيق معه لأخذ رأيه واستشارته بموضوع محدد، نتفاجأ بعد دعوة للتحقيق الشخص مو موجود قادر البلاد. يعني هذه مصيبة يعني مصيبة كبيرة للأمانة. سهلة. لأن صح اليوم في أشخاص عليهم يعني على قولتهم جميع التهم واضحة، لكن بالنهاية تشوفها خارج البلاد بطريقة، لكن أيضا نراء النسائية، لأن يقول لك يعني نساء يتعرضون لنصب الاحتيال أكثر البعض يقول، فش رأيك نأخذ رأي نسائي؟ ريم حياك الاستديو، قولي لنا رأيك بموضوع اللي قاعد نتكلم فيه اليوم، النصب والاحتيال في الآونة الأخيرة، وبالنسبة للعقار والأمور اللي قاعد تواجهها. سلم على المشاهدين وقولنا رأيك. مساء الخير راشد، مساء الخير مشاهدينا.
سوري على التأخير، بس تعرفون البنات يعني لازم يتأخرون، شعري مكياجي رمشتي بهالسوالف. فموضوع حلقتنا اليوم موضوع وايد حلو فعلا. احنا في الآونة الأخيرة بالكويت يعني من شباب من بنات من رجال كبار تعرضوا لعملية نصب واحتيال، بودهم ان هم يسوون مشاريع، ودهم ان هم فعلا يصير عندهم بزنس ويحصلون فلوس. دائما يقولون القانون لا يحمي المقفلين، انا ما راح اسميهم هم مقفلين، خلينا نقول يعني طموحهم العالي، افكارهم في المستقبل، يبون يبنون لهم افكار، يامنون عيالهم، يامنون مستقبلهم، بعدين تصير الكارثه. إيه لكم هذا يعني خلينا نقول ما عنده لا ذمه ولا ضمير، ينصب وينهب، وهو اسرع طريق لان الواحد ياخذ فلوس اللي هي طريقه النصب. وفي ناس انا اعرفهم يعني يكون نصاب هو شخصيا، مو نصب على شخص واحد، ناصب على 15 شخص. انت في ناس نصب عليهم؟ ايه تعرفين ناس نصب عليهم؟ عارف ناس نصب عليهم، بس توصل الفكره بشكل عام. ايه عارف ناس نصب عليهم وما زالوا هم قاعد يدفعون الديون والقروض، ويكونون يعني مو فلوس هم مجمعينها او عندهم او ورث، لا يعني هم قاعدين يبدون حياتهم، تلقين ماخذ لهم قرض او ماخذين قرض عشان يبلشون حياتهم ويدفعون هذا القرض طول عمرهم. طيب عارف تفاصيل القضيه؟ اي عارف التفاصيل. الشاهد بالموضوع هو تعتمد على ثلاث امور، هل هو لسذاجة ولطيبة أو طيبة خلنا نلطفها لطيبة بعض هؤلاء من تم النصب عليهم، أم هي لشطارة هذا النصاب ووعيه بالقانون، أم هو القانون لا يطبق ولا يفعل بشكل سريع وسليم على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور كثيرة راح نطلق معها مع ضيفنا إن شاء الله بعد ما نشاهد ما تم إعداده لكم مشاهدينا، وننطلق مع ضيفنا المحامي الأستاذ نادر العوضي. يجب أيضا علينا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد من هذه العمليات اللي للأسف أصبحت الكويت والكويتيون، وللأسف أيضا ليس في الداخل إنما أيضا في الخارج أصبح الكويتيين هدف لعمليات النصب والاحتيال. يعني مشاهدينا مثل ما شفنا معاكم يعني من خلال هذا الفيديو بعض المعلومات اللي ممكن فعلا ان تساءل من خلالها، هل فعلا الكويت ارض خصبه لهذا النوع من النصب والاحتيال؟ لذلك بيتواجد ضيفنا اليوم المحامي الاستاذ نادر العوضي، راح يكلمنا بهذه المواضيع ونفندها بشكلها المفصل. حياك الله استاذ، وهذه ابرك ساعات اليوم نورنا في برنامج الراي 10 على 10. الله ينور عليك، يا مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيك استاذنا. وفي البدايه يعني مثل ما ذكرنا وذكر زميلي راشد، يعني هل الكويت أرض خصبة للاحتيال، أو أن من طيبة وسذاجة الناس أنهم يثقون في أشخاص مثل كذي، أو من شطارة وخبث المحتالين أنهم يحتالون، أو ما في قوانين رادعة تردعهم عشان هم ما يتجرؤون يعملون هالعمايل؟ لا، هي مجموعة عوامل مختلطة مع بعضها، يعني ليست سذاجة، أو قد تكون سذاجة قلة خبرة تضاف إليها طبعا قدرة وفن في الإقناع واستخدام طرق. طبعا هي جريمة، عشان ما يعني نطيل، يعني ما هي جريمة جريمة النصب؟ يعني أساسا يعني يقول لك والله هذا نصب علي. طيب شنو نصب علي؟ نصب علي ما هي محكومة طبعا جريمة من الجرائم المعروفة من الأزل، اللي هي جريمة النصب، ومعرفة أو محددة بنص المادة 231 اللي هي تنص على يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في عيازته. يعني العملية عبارة عن تدليس. التدليس ما هو التدليس؟ يعني التدليس هو كذب يصطنعه الفاعل بقصد الحصول على مال المجني عليه. بس هل هذا الكذب يجب أن يقترن هذا الكذب بالوسائل الاحتيالية؟ تمسع الأخ
اللي كان يقدم البرنامج قال النصب والاحتيال. دائما النصب مرتبطة مع الاحتيال، متفرقة عن أي جريمة أخرى، أن فيها وسائل تسمى وسائل احتيالية. إذا خلى اللي خلت خلى الفعل من وسائل الاحتيالية اللي هي الركن الأساسي في عملية النصب. وشين الوسائل الاحتيالية؟ هي وسائل يستخدمها الفاعل يعني الجاني بقصد إيهام الشخص المجني عليه بحقيقة الواقع الكاذبة التي يدعيها. تمام أستاذ نادر، يعني هذه الجزئية اليوم النصب والاحتيال، الوسائل أصبحت متغيرة بحكم التطور، بحكم الطرق اللي ممكن هذا الشخص أنه هو يستخدمها بحيث أنه يوهم هذا الشخص. هل اليوم يعني هذا التطور أصبح في وسائل مغايرة عن السابق بالاحتيال اللي قاعد يحصل؟ أكيد أكيد. يعني ما هو الجريمة هي نشاط سلوك إجرام، يعني سلوك بشري، والبشر يتطور في كل الجوانب. في مثل ما تتطور الأمراض، الجريمة مرض اجتماعي صحيح، وبالتالي التطور الجريمة بسبب تطور الوسائل المستخدمة، تطور المجتمع نفسه، ارتقاء المجتمع بشكل معين يجعل، يعني أنت قبل تقدر تكذب على واحد تستخدم له ورقة عادية يمكن صحيح. تمشي عليه تعتبر وسيلة احتيالية. اليوم ممكن لينك، اليوم لها لينك وعملية التويت، وتخلق لك واقعة معينة، تنشئ لك واقعة معينة في الكمبيوتر ووسائل الانترنت، وتبعثها وتبثها وتنشرها، فتتوسع الجريمة صحيح. وتكبر الجريمة، لكن تظل هي وسائل احتيالية. أنت قصدت إيقاع هذا الشخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط أو إيهامه بوجود، يعني مجرد ترى مجرد الكذب لا يعاقب عليه القانون، الكذب وحده في القانون الجزاء. يعني أنا لما أقول خلنا أعطيك واقعة يعني عشان ما نوقع نكون أكاديميين وايد وخلي الناس يعني نبسط المسائل. تفضل. يعني خلني أقول لك اليوم أنا تي أنت على عمارة، عمارة أنا يبى بيعك العمارة، أنت شايف العمارة 4 أدوار، هي أقول لك هاي العمارة فيها 50 شقة، كل شقة فيها 1000 دينار وسعرها الكثر، فأنت تي تشتريها على هذا الموضوع، هذا كذب. هذا لجانب آخر في الجانب المدني، احنا نتكلم عن جريمة الجزائي. جريمة يعاقب عليها القانون، يعني يحطك وراء القضبان، يعني تدخل السجن، يعني تشرف بزعبل. هذا هذه لا تعتبر مجرد الكذب، لا يشكل جريمة النصب. متى تشكل جريمة النصب؟ إذا أنا قلت لك والله هاي العمارة فيها 20 شقة، تشوفها أوكي ماشي فيها 20 شقة، وكل شقة إيجارها 2000 دينار، وسكت له هني كذب. لكن إذا جبت لك أوراق تثبت عقود الكلام، عقود مزورة تدعي أن إيجار كل شقة 2000 دينار وحقيقتها هي 500 دينار، وأوقعتك في هذا الغلط وأوهمتك بتحقيق ربح من خلال هذه الوسائل الاحتيالية، إذن هنا تتحقق الوسائل، احنا هنا يتحقق التدليس بوجود مستند ووجود مستندات ادعاء صفة معينة. اني اقول لك انا دكتور، اوكي دكتور، بس لو قلت لك انا دكتور وانا اتكلم في القانون وصدقتني بعد يعني مشكلة صح. لكن اذا قلت لك انا دكتور ولبست روب ابيض وعلقت سماعة وانا عمري ما اعرف الفرق بين البنادول والبنسلين، هذا انتحال شخصية ونمشي فيه. هذا هني انت تمشي، انت انتحلت صفة معينة، اوهمت هذا الشخص، استخدمت وسائل بحيث اقنعته صحيح، ترسخت عنده فكرة انه والله دكتور. يعني عادة انت لما تشوف واحد لابس بالطو ابيض يا هذا دكتور صحيح، مع انه قد يكون ما له علاقة بالدكتور ولا بالدكترة، يمكن هو صانع جبن يلبس بالطو ابيض فعلا. يعني قالوا ان هم دكاترة وهم ما يمثلون شيء. يعني استاذ نادر في البداية ذكرنا ان طرق النصب والاحتيال تطورت مع الزمن مع تطور التكنولوجيا فعلا، وزادت حالات النصب والاحتيال، فمن البديهي أن التطور القانوني يكون موجود مع تطور النصب والاحتيال، لأن نفس ما قلنا فعلا أن إحنا الكويت أرض خصبة، حتى الوافدين صاروا ينصبون على المواطنين، تلقاه نصب وافد خذ على مبلغ من المال وراح ونحاش، يعني فعلا تطور الوضع. لا خليني أقول شيء، أنا قصة أن وافد ينصب على 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 هذا لا ما له علاقة بالجنسية، ما له علاقة صحيح. لا يعني مفروض يخاف يكون هو مو دولته. خلنا أقول شيء، خلنا نكون شيء جدا تفضل. الجاني المجرم أو الشخص الذي يقترف جريمة ما يفكر أنه سيقع في قبضته، قليلا جدا ما يفكر الجاني بأنه سيقع في قبضة القانون، في قبضة رجال الشرطة والقانون، لأنه يعتقد بأنه يعني
اذكى من الـ من الـ من المدني عليه واذكى من الـ من الـ من الوضع واذكى ويتعايل على النصوص القانونيه ما راح حد يتعايل عليه لكن طبيعه الجريمه هناك ناس لا تستطيع ان تبلغ عن جرائم النصب لانها في الواقع تخشى على سمعتها انه والله فلان ضحكوا عليه وخذوا فلوسه هذا في ناس لا تستطيع لانها مديونه لاناس اخرين فتبي تسكت على ما تدبر أمورها صحيح. في ناس لا تكتشف أيضا الجريمة إلا بعد فوات الأوان يكون الريال مثل ما تقولين إذا واحد براني أو حتى كويت اليوم يطيق وهم كثروا قاعدين برا ومستمتعين طيق الفلوس ومشى وخائف فبالتالي يقول لك أنا الحين بعد أروح واشتكي وحط محامي واخسر فلوس وهذا باقني وفلوسي تروح ما سويت شيء فيسكت صحيح. القليل متى يتجرع لما تصير الهوجة والناس تمشي وتشوفه قدموا إذا خلاص زي ما يقولون إخوان المصريين وقع الفاس في الرأس لا تعال خلنا نقدم عنا وهذا تشوفينها في النصب العقاري أو اللي يسمونه الحين النصب العقاري اليوم أنا على فكرة قال في الجريدة إن النيابة اثنين من التجار أو اللي يدعون تجار عقاريين حبستهم على ذمة قضية فيها يعني من النوع من النصب العقاري وكذا ايضا في صور اخرى يعني حتى النصب ساعات تدخل وتدخل حتى يبقى النص مساله نرجع لمساله هل يتطور القانون القانون يتطور يتطور هو النص موجود وممكن النص يقولون النص حمال يستطيع ان يعني يحمل اي نوع من الانواع اذا في تطور قد يتطور القانون في جانب اخر مثلا الجرائم الالكترونيه المرئي والمسموع اذا كان صحيح بتخصيص يعني مثلا وزاره الداخليه خصصت يعني قوة خاصة للجرائم الإلكترونية لأن ترتبط مع 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 عمليات النصب وتدخل في عمليات النصب طبعا في جرائم أخرى تدخل في الابتزاز والابتزاز لكن هنتكلم اليوم على النصب فعلا في هل يتطور متطور القانون ولو والمجتمع لو يحس إنه في جريمة أصلا أو في فعل غير مجرم وقاعد يأذي الناس ويشكل اعتداء على أموال الناس أو أعراضها أو حرياتها هيتدخل مشرع على طول وحتى ساعات نشوف في بعض الأحكام من الأساتذة يعني المستشارين والقضاة في المحاكم ينوه في حكمة ولا يفوت المحكمة أن تنوه ساعات يكون القاضي مجبر أن يحكم بالبراءة لأن النص الواقع لا ينطبق عليها أي نص موجود في القانون وينوه وأنا شفت أحكام كثيرة من أخواننا أساتذتنا القضاة والمستشارين ولا يفوت يكتب لك في آخر الحكم في بعد ما يخلص عيثياته وهذا ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى المشرع أو تلفت نظر المشتوى أو ترفع راية التنبيه بخصوص هذا الواقع وأنه يجب أن يتدارك التشريع ويلتئم معها ففي الواقع يتطور المجتمع تتطور القوانين معاه بس أنا أعتقد النصب موجود والقاعدة محكومة أو الأفعال كلها مهما جاءت على أي أشكال صحيح وتكون لهم طرق مختلفة يعني قضية متشعبة وفيها نقاط وايد مستمرين معاك أستاذ نادر العوضي ولكن مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مشاهدين اكيد مستمرين معاكم ومع ضيفنا الاستاذ نادر العوضي يعني استاذ نادر تكلمنا عن الامور اللي ممكن تحصل وراء النصب والاحتيال لكن في جزئيه جدا مهمه البعض ممكن يكون كسول بانه يقدم شكوى او يرفع قضيه يقول لك لان المده الزمنيه راح تاخذ هذه القضيه مده طويله وانا راح اخسر فيها فلوس اتعاب للمحامين وغيره فراح يزيد الضرر ضرر علي هو اللي هو الضرر المادي والفتره اللي ممكن يكون فيها حكم مدى صحه هذه المعلومه والله شوف هي جريمه النصب كل ما سرعت في الإبلاغ كل ما راح تحصل نتيجة أحسن لأن في بعض الأحيان أيضا الجاني طبعا الأمانة الجاني في جانب من الذكاء يعني ما تلقى نصاب غبي لأن نصاب واحد ذكي ومعه شبكة وعارف ومشتغل وفي السوق ويعطيك صفة يعني يقنعك أنه هو بعد فنان وهذا فأنت وهو فنان
لو ما فنان ما قص على هالعالم كله. صح. مع الأسف لم يستخدم ذكاءه في الجانب الإيجابي. يمكن لو كان استخدم إيجابه في استثمارات حقيقية يمكن كان سوى أمانة. أنا يعني شفت في حياتي المهنية في ناس كانوا فنانين في كيفية جذب رؤوس الأموال، لكنه لم يكن يستخدمها في الاستخدام الحقيقي. ولو استخدمها في المشاريع اللي كان يوهم الناس فيها كان استثمر كان 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 عمل أموال أكثر من الأموال اللي باقيها ونصب على الناس فيها. لكن هو شخصية مريضة طبعا، مثل ما قلنا الجريمة مرض اجتماعي، فشخصية مريضة هالشكل. صحيح. ما يعني بعضهم يعني يعني يتلذذ في انه يؤذي الناس، صار مرض نفسي بالنسبه له. صحيح. يصير صار يعني مرض ممتع ويحس انه هو يعني شيء، هو انه تسيد واستطاع ان هذا صحيح. جانب يعني جانب مشكله، والثاني يعني ما يستخدم. لكن كلما تم الاسراع في الابلاغ ايضا انت راح تحمي ناس اخرين ما يقعون في هذه. يعني من ضمن الاشياء اللي من الوقائع اللي شفتها جريمه، انهم يعني منظمه بشكل هذا، انت تروح تشتري ارض في خلينا نقول بلد خليجي او بلد خارجي. صحيح. وتروح حق ناس ويقول لك يبا تعال هذا المخطط، انت تاخذ هالقطعه ماشي، انا اضمن لك اني انا راح اشتريها منك بعد 6 اشهر ب 20% زياده على الارض. استثمار جيد في 6 اشهر يجيب لك 20%، البنك ما يعطيك 7%. صحيح. 6% ويضمن لك وايضا ويعمل لك عقد مع المشتري ويدفع لك بعد 6 اشهر 20%. انت مستانس، انت ايش راح تسوي؟ ما يبقى واحد بالديوانيه ولا من الربع يا جماعه انا صرت لي واحد مدمغ اعطاني ب 6 اشهر 20%، فالكل يروح له، العالم يركضون. وهاي اللي يسمونها بونزاي اللي هي تلبيس طواقي. هو اخذ اول واحد دفع له، صح، دفع 20% على 100,000، خلينا نقول 20,000، لكن هال 20,000 جابت له يمكن 50 واحد. الديوانيه ويرانكم وعيال خالتك وجماعه، وانت تسوق لها يعني، انت طريقه مباشره تسوق. صحيح. احسن يعني ماركتنج يعني مانجر عنده. صحيح. انت شغال مدير يعني اعلانات ببلاش واقع، وكل من يقول لك وانت تحلف انت صاد والله العظيم اعطاني يا جماعه. يروح الثاني ايضا من ال 20% اللي باقهم راح يدفع له، بس هو ماخذ 100 والثاني يجيب له ثالث، على ما يكون له يختفي خلاص، تروح تطالع الارض. او مثل ما صار في بعض الناس، وهذه واقع معروفه ومنشوره، اللي قالوا في بريطانيا تعال اراضي اشترها، وهذا راحوا العالم اشتروا على انهم بيسكنون بيسوون مساكن بيوتهم. والارض الزراعيه لا يمكن نستعملها، وهذا بسبب شنو؟ بسبب ضحاله ثقافتنا احنا القانونيه. احنا لما نقول يا معود راح حق المحامي، ايش بيسوي المحامي؟ انا حكي انا احسن منه روح. لكن هناك قوانين ومسائل دقيقه تلتبس عليك وتلتبس حتى على التجار. عشان كذي الاجانب لما يجون يستثمرون في اي بلد دائما اول ما يتصلون مع المحامي، محامين مكاتب معروفه، تصير مكاتب معروفه عند المشروع الفلاني، شنو القوانين، يضبطون الناحيه القانونيه للمشروع. في شيء يسمونه الدو ديليجنس اللي هي الدراسه النافيه للجهاله. هذه تشوف انت بتشتري ارض، هل الارض هذه اول شيء صالحه للمشروع اللي انت تبي؟ يعني انا ابي مسكن ارض زراعيه او ارض ابي ارض استثماريه. شلون هو يتاكد يعني اذا في ناس طبعًا راغبه ان هي تاخذ مشاريع برا او تستثمر؟ شلون تتاكد من المعلومات هذه؟ وشون شلون الخطوات الصحيحه؟ انا اقول لك انا احنا مثلا تجينا مشاريع استثماريه مثلا او مشاريع تجاريه او اي مشروع لا اسس يعني مثلا نقول انت بتشترين ارض بالكويت، اول ما نسال هل انت يحق لك تتملك في الكويت هالمشروع او لا؟ هذا اول شيء قبل، يمكن ما لك حق تتملك هالمشروع. صحيح. زين لو لك حق تتملك هالمشروع، هذا المشروع مكون من شنو؟ ما هي الرخص القانونيه المسموحه؟ يعني لو بنشتري ارض، هل الارض هذه استطيع اتملكها؟ طيب لما استطيع اتملكها، هل هذه الارض انا حتملكها هي ولا اتملك المنفعه اللي منها؟ يعني هل انا راح املك العماره ولا املك حق السكنه في العماره اقدر اسكن فيها؟ لان في بعض الدول ما تملك انت العين نفسها، ما تملك البنايه نفسها، ما تملك المبنى نفسه، تملك حق السكنه 99 سنه. هل املك هذه ولا هذه؟ عشان بعرف انا اقول لك لا ترى انت هذه هني ما تقدر تملك، او لا هذه ارض دوله ما تقدر تملكها لكن تقدر تستنفع منها، تملك. صحيح. حق المنفعه منها. فهذه ايضا لما اشوف ماشي هذا بيت واقدر استملكه واقدر اسكن فيه، طيب
هل بيت هذا مرهون؟ أحد يطالبه؟ هل بيت عليه حق للآخر؟ ممكن البيت مو مرهون، مو مرهون زين، بس في حق يسمون حق، حق سكنة الحق واحد. هذا البيت موقوف السكن فيه على مثلا أب يبي يحفظ حق زوجته بعد ما يتوفى من ميون التركة، الحين الله يكفنا الشر ما حد يرحم أحد، يبي يبيعون البيت ثاني يوم، فكل من يبي أمه ما أمه خلصني يعني مع تفكك صحيح. يعني وهذا خلينا نكون إحنا مجتمع، إحنا بشر اللي يقول لا ما لا لا يصير، يصير إحنا بشر البعض ممكن صحيح ممكن والعلاقات الاجتماعية ليست كما كانت من قبل. يعني أنا قبل يلا 40 سنة لما بديت أشتغل ما كان تلقى أسامي إخوان متهاوشين صحيح. اليوم من يصير أحد متوفي وخاصة إذا عنده فلوس يعني المحامي اتصل الثاني ياك فلان ولا ما ياك صحيح. خلاص عارفين أنه راح يصير هوش على القبر يعني أكيد. يعني فالبعض يريد يحفظ حق الزوجة هذا يعطيه حق السكنة طول حياتها. إذا أنت تبني البيت تسكن فيه إذا شريته وهذه لها حق السكنة، أنت وين تروح تسكن؟ تسكن مع المرأة؟ عرفت شلون؟ ففي أمور أهل الاختصاص يعني مواضيع استثمارية معينة أنا ما أملك أني خاصة في الجانب التجاري ما أتدخل فيه، في مستشارين تجاريين إحنا نتعامل معاهم يعطونا، في مقيمين عقاريين أنت بتشتري العقار كل شيء زين بس هالعقار كم يسوى بالسوق؟ أنت موهمينك أن هالعقار يسوى 20 مليون، في ناس موثوقين مقيمين عقاريين إحنا نتعامل معاهم يا جماعة شوفونا العقار هذا إيه والله هذا العقار يسوى 20 مليون، لا والله هالعقار ترى يسوى 15. عرفت شلون؟ يعني استاذ نادر اليوم احنا يعني ما نقاطعك بالخير ان شاء الله، لكن اليوم احنا نقول بشكل واضح للمشاهد يعني التواجد مع المختصين في المجال اللي حاب انه هو يجدم عليه يكون يعني على قولتهم المستشار الاول للسؤال عنه بحيث انه ما يقع في النصب والاحتيال. ما انا اقول اليوم هذا النسبه هذا الواقع، هذا الله يقول صحيح. الله يقول واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالضبط اهل الذكر هم كل اصحاب الاختصاص في كل اختصاصه. طيب بالنسبه استاذ نادر اليوم الكويتيين اللي تعرضوا للنصب والاحتيال يعني اذا في نسبه مئويه او لو ب 2018 يوم نقول اللي تعرضوا للنصب والاحتيال ايش كثر يكونوا؟ والله ترى الكويتيين وايد يعني نصب احتيال، واقول لك ليش. يعني ايش كثر النسبه تقريبا؟ ما اقدر اعطيك، ما عندي يعني احصائيات، بس لو انت سالني يمكن كنا رجعنا على فكره ترى النصب والاحتيال جنحه والحد الاقصى فيها عقوبه، فكل البيانات موجوده عند وزاره الداخليه ومستعدين يعطونك بيانات وهم ينشرون بيانات يعني احصائيات كذا، بس في نسبه كثيره واقول لك ليش. ولا يزعلون من الكويتيين، الحصول الكويتي على المال سهل صحيح. الناس تتعب صح، نتعب ويزعلون عليك ويفون على وجهه، وان كان في بعض الناس قاعدين ببيوتهم وياخذون معاشات عليهم بالعافيه كيفهم هم وضميرهم، من السهل يعني انا مثلا اقول لك اطلع عمري 45 50 سنه، طب شو بسوي؟ وخلنا اروح في البلد فلان الربع يقولون عندهم خوش اكل ومكان نقدر نصلب كل مكان ومش عارف ايش، خلنا ناخذ لنا الشقه. انت تروح تقاعد تلقى لك يمكن 30 40 الف دينار، انت بعدك توك يا مستانس، ما مو مثل اللي ادخرها وعليه ضرائب وعليه يعني ما طلع الأربعين ألف إلا بطلعت الروح وقص وقعد طول الليل يحسب وش بالضريبة البلدية وضريبة الدخل وضريبة، فالسهل الحصول على المال. أما حتى لا زال الآن مثلا الحمد لله البلد فيها خير، التركات تخلي ترى الناس تيه ساعات تيها فلوس فتشوش ما تعرف كيف تتصرف فيها، أيضا سهولة الحصول على قروض وإن كان البنك المركزي يحاول دائما أمانته، يعني قوانين البنك المركزي الآن يعني يحاول كثر ما يقدر يقنن عملية حماية المواطن نفسه في عملية القروض وغيره. وتعرف 40% والفواتير، تعرف ليش؟ لأن أنا أحمي المواطن لأن هذا جزء من الاقتصاد طبعا. يعني شوف ترى أكثر الناس اللي تقع ضحية الاحتيال هم الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي عندها يعني تشتغل وتتدخر شوية من فلوسها ما تسحق فلوسها كلها يبقى عندها شوية، هاي الطبقة المتوسطة المتعلمين المتخرجين اللي كذا عنده في يدخر ثم يتكون عندها جزء من رأس المال، شو أسوي فيه؟ ما أنا ريال متخصص بالقانون، طيب شو أروح أستثمر؟ وين أروح؟ وتعال جابل وروح البورصة ويطرقونك بورصة وتطلع تاخذون فلوسك، لكن وين أروح؟ أبي مكان آمن، عقار، فيتلقفك المفترس وتروح لأنت بآمن والشيء. لكن في يعني يا ريت إحنا اليوم نروح السفارة بس أنت شكة، طب ما روح السفارة وأقول لهم أنا والله ترى جاي أستثمر، والسفارات أنا يعني لي اتصال معاهم بالخارج وكذا أمانة يعني عشان الواحد يكون أمين
عندهم محامين جيدين مستعدين يعطونك أيضا من خبراتهم ومتعاونين. يعني أنا أقول لك أمانة في أكثر من سفارة تعاملت معاها متعاونين جدا وعندهم محامين جيدين. حتى أنا يعني أمانة ساعات لما نقعد مع محامينهم ونتناقش يسألك ساعات السفير أو القنصل شو المحامي مالنا زين، طبعا هو عنده خبرة زينة معه يكون كلفه في أنه يقوم في شغلات، فقول لي لا والله زين أو والله ترى هذا يصلح في المواضيع الفلانية، ما يصلح في مواضيع لا مثلا يصلح في مواضيع الأحوال الشخصية أو مواضيع الجنائية، بس ترى مو متخصص وايد في العقار ممكن هذا تلقى عندهم أسامي هم يرشحون لك، يعني ما يقول لك والله روح حق فلان عشان أمانة لا يبتلش يقول والله باكر أنت بلشتن في فلان، لا يعطيك ثلاث أربع أسامي وأنت تقعد وتشوف. وأيضا يجب أن تتحرز في استخدام للخبراء والمستشارين لأن في ناس وايد كثيرين يقعون ضحية لمن يستشيرون. صحيح. يعني أستاذ نادر، يعني هذه القضايا اللي هي النصب والاحتلال بتزايد وما في خوف، هل تعتبر يعني أن هي قضية جنحة هو السبب في أن الناس قاعد تنصب؟ لا خلينا نقول لك هي اللي لأن العقوبة مالتها القصوى 3 سنين. إيه فهذا اللي مو خايف من 3 سنين يتمادون بهالشيء. اللي مو خايف ما في عقوبة صارمة. لا لا اللي مو خايف من ثلاث سنين حبس مو خايف من 5. وجريمة القتل مو فيها إعدام؟ شوف جرائم القتل بالكويت اليوم شغالة، يعني واحد وقف ليش توقف هذا عند الموقف هذا؟ لا ليش تخزني وما أعرف إيش صحيح ليش تخزني، يعني أنا أول مرة أشوف ليش تخزني، يعني والله شو أغمض وأسوق سيارة ما يصير بعد. يمكن هذه يمكن هذه القضايا في نفس الوقت في نفس اللحظة قضى يستثار وتطلع هذه القضية. لا لا جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد هذه سبق الإصرار والترصد. لا شوف خليني أقول لك، قلت لك أنا المجرم ما يحط في باله وهو يرتكب جريمة أو يخطط الجريمة أنه سيقع في يد القانون تحت طائرة القانون، ما يفكر في هذا، ولو فكر لاحترز أكثر احترازا، ويمكن لما قارف الجريمة لو فكر بأنه لأنه راح انصاد بالتالي، يعني حاخذ لي 2000 ولا 3000 يمكن من أول مشروع انصاد أنا وضيع حياتي كلها في السجن. لما يدخل السجن ترى السجن، يعني بس سيدنا يوسف قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ترى ما السجن ما فيه غشمرة، يعني هذا ما مو 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 منتزه مثل ما بعض الناس يصورون لك، لا والله فلان نايم بالمستشفى ما أحبسه، لا أحبسهم كل واحد ويعدمون كل واحد وما ما ما فيه. حلو عند هذه الجزئية أستاذ نادر، اليوم المشاهد عنده سؤال وأتوقع هذا السؤال في كل بيت. اليوم إحنا قاعد نقول بأن النصب والاحتيال بالنهاية عقوبة وسجن وغيره، قاعد نتكلم عن ناس ممكن نصب الاحتيال وصلوا وياهم 20,000 40,000 60,000 أو مليون، أصحاب الملايين اللي انصبوا بالملايين اللي انصبوا على 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 مجموعة كبيرة اللي كانوا شبكة في الكويت وبعدها انتقلوا إلى دول أوروبية وإلى الآن هم مو خلف القضبان، علامة استفهام، أنت شخص قانوني نبيك تجاوبنا على هذا السؤال والمشاهد راح يحكم. ليش إن ما ليش إلى الآن هو مو بالسجن؟ هو مو بالسجن لأن في إجراءات معينة لم تتخذ بحقه، ما طالت يعني هذه الإجراءات. هل صدر حكم عليه نهائي؟ ترى يعني أيضا ترى القضاء ما هي مسألة، عشان كذي إحنا بيك توضح لنا هذه الجزئية. خليني أقولك هي تمر المشروع ما هو يوم وليلة، ما هو ضربة طقك الحين وخلاص دمك سال ودون النيابة شافت شنو طب الشرعي قرر شنو نوعية الإصابة وبالتالي تتحدد نوع الجريمة، شهرين اللي أنت أصلا النيابة ما راح تطلع كذا واحد يعني واضحة على الجريمة وتخاف فرارك تحطك في السجن. لكن الجرائم هذه جرائم اقتصادية، جرائم فيها خبرة فيها عمل فيها تحقيق شاق وتحقيق يحتاج إلى حتى إحالة إلى إدارة الخبرة حسابات. من يقول إن هذا المشروع وهمي؟ من يقول إن هذا المشروع غير موجود؟ من يقول حساباتك أنت صحيحة وحساباتي أنا اللي غلط؟ تحتاج أهل خبرة. يعني المسألة المشكلة إحنا المجني عليه يحتر وما يلام بالضبط، يحترق يشوف فلوسه قدامه وهذاك يتبختر في لندن ومن أحلى ما يمكن ولا حد يحاكي. هناك إجراءات طويلة عندما يصدر الحكم، أيضا هناك اتفاقيات دولية أنت ما تقدر تجيب الواحد هذا. أول شيء عشان تعرف في أغلب دساتير، عشان ما أقول كل دساتير لأن ما طلعت عارف، لكن خلينا نقول في أغلب دساتير العالم البلد لا تسلم مواطين هنا. يعني أنت كويتي ارتكب جريمة برا ورجعت الكويت، الكويت ما تسلمك ما تسلمك إلا باتفاقيات خاصة ومتبادلة وجدا. في دول أنت ما عندك أصلا ما عندك
اتفاقيات معاها تسلم عملية تسليم المجرمين تبادل المجرمين حتى لو كان انت داش مع الانتربول وهو داش مع الانتربول في اتفاقيات خاصة يجب ان توقع غير الدول الاخرى. خلينا اقول لك ايضا الدول الاخرى عندما تريد ان تسلم المتهم تريد ملف كامل والملف هذا يحتاج الى احكام وتكون موجودة والنيابة تشتغل والانتربول يشتغل عملية انت تسلم فلوسك يلا رحم والدك والدي كان يقول انت يا ولدي تسلم فلوسك بيدك وتركض عليها بريولك فلازم تركض لما ينقطع حيلك علشان تقدر ولما تروح ايضا تحتاج عملية طويلة في عملية استرداد ثم استرداد اموالك لان انا بيني وبينك شو يفيدني انا والله جبته وحطيت 10 سنين بالسجن وفلوسي أيوة. المليون مالي راح انخرب بيتي انا صحيح. يعني انا بالنهاية صح قد هذا حق الحق السجن بالنسبة هذا الحق العام هذا حق المجتمع فإن يقتص من جسم غريب عليه فيبتره سواء باستبعاده بالسجن وإن كانت الجريمة اليوم حتى فلسفة العقوبة اليوم إن كيف إنك تصلح هذا الشخص المريض وتقومه وترجعه إنسان سليم إلى المجتمع لكن أنا المجني عليه أنا الآن طبعاً خرب بيتي هذه عملية ليست بالسهل تحتاج اتفاقيات دولية أيضا مثل ما أقولك في أيضا حتى لو وفرت هذه الدول كثير من الدول تريد أن تتأكد أن نظامك القانوني أن هذا الشخص سيعامل ويحاكم بعدالة صحيح. بعض الدول تحجم تقول لا هذه جرائم قد تكون مفبركة ويدخل فيها مسألة الجرائم السياسية والسياسية وتعطي انطباع يعني في أذكر واحد كان متهم في قضية كان دائما في لندن كان يقول المحكمة أن هذه الجريمة ذات طابع سياسي وهي جريمة فوق اختلاس يعني أموال عامة يعني وأنا لو رجعت البلد هذه لن أحاكم محاكمة عادلة وأنا أرضى أن يكون الاختصاص للقضاء البريطاني في أن يحاكمني يعني وينظر القضاء عنده معايير صحيح. يعني القضاء معاييره ترى غير معاييرنا احنا جدا ميزان حساس صحيح. ما يختل يعني المعيار عنده جدا واضح يعني ورهيب يعني صعب انه ينصاد اذا انحاش يعني حتى هني عندنا احمد بالكويت ما صادوا يعني للامانه استاذ نادر كل الشكر لك داهمنا الوقت على وجودك معنا وايد انا كان ودي اونسكم اقول لا احنا مستعدين نصلح ونذبح هذا القانون هذا الواقع صحيح هذا القانون انت يعني مثل ما قلت تسلم فلوسك بيدك لكن عشان كذي اقول لك تحرز تحرز وانت تسلم فلوسك وانت تسلم اموالك لا تسلم فلوسك نهائيا وانت اخذ فلوسك ودير بالك عليهم وروح سوي لك مشروع بنفسك وعارف انت وين رايح وين حاط فلوسك ولا تسلم فلوسك احد ولا تثق في احد عشان بعدين ما تعض اصابع الندم كل الشكر لك استاذ نادر على وجودك معنا مشاهدينا اتمنى انكم استفدتوا من هالفقره متواصلين معكم ولكن بعد الفاصل قبل أن أنطلق معاكم مع موضوعنا وجماعة الخط الأخضر والأستاذ خالد الهاجري راح أنطلق معاكم الآن يعني بهذا التقرير الجميل والمميز مع زملائي أحمد وريم والخاص والمتعلق بالسيارات الكلاسيكية المتميزة خريح في هذا التقرير واستمتعون في هذه السيارات الجميلة والذكرى وزمن الطيبين الحلو ونرجع لكم إن شاء الله ننطلق مع جماعة الخط الأخضر مساء الخير مشاهدينا ونرحب فيكم دائما بهذه الفقرة نقدم لكم سيارات كلاسيكية مميزة ويعتبر عالم السيارات أكيد كنز لكل محبين السيارات الكلاسيكية ولا إيش رأيك؟ صحيح أكيد اليوم شنو مجهزين؟ مجهزين سيارة نوعها SSRS يعني عندك معلومات عن السيارة؟ إيه لا تكملين مشاهدين نركب السيارة واخذوا معلومات من ريم يلا Rock back, plenty. Plastic, esto es pa la gente. Chanclazo, deep, la crega dazo. Still got the coke and ramen.
دام ركبنا السيارة أنا ومشاهدينا الحين عاد ناطرين تعطينا المعلومات. الله يسلمك. هذه سيارة أمريكية. حلو. طبعاً إيه هي قديمة بس شنو؟ سيارة سبورت. ما استغربت أحمد إن أنا قاعد أقول لك يلا سيارة سبورت وإحنا متعودين على الكلاسيك. إيه أنا كل فقرة قاعد اخذ شيء جديد منك. مره كلاسيك الحين رايحه صوب سبورت. ايه شنو اللي ببالك؟ طبعا هي سياره امريكيه شيفروليه كامارو. هي هذه سياره موديلها 68. عجيب. بلشوا انتاجها بامريكا سنه 66. حلو. واول ما صنعوها سنه 67 اول سياره صنعوا منها. بس هذه السياره اللي احنا راكبينها موديل 68. يعني هذه السياره اللي احنا فيها الحين موديل 68 بس لكن إيه اول سياره صنعوها 67. 67 وبدايه انتاجها سنه 66. عجيب. فهي سيارة سبورت طرازها قديم. طبعا احمد هي غير اوتوماتيك. حلو. محركها 350. تمتاز ان فيها ليتات امامية وخلفية بس ليتاتها الامامية مخفية. مخفية. ايش رايك بالجملة؟ انا وايد خلفية امامية يعني مخفية. والمعلومات ترى يعني خليني اقول شغلة وايد مهمة بالسيارة احنا قاعدين اليوم فيها بان تفاصيلها والدقة بان هي شلون نظيفة ومرتبة السيارة ومحافظ عليها صاحب السيارة ما شاء الله ما شاء الله. فشوفي كم سنة والسيارة بهالشكل. طبعا هي دشت الكويت سنة 2016. 2016 وتم تجديدها. صاحبها خالد اللنقاوي. طبعا احمد نوع السياره SSRS. حلو. وفي منها وايد اجيال. وفي منها سيايير كوبي وفي منها مكشوفه السقف. ايش رايك بكوبي؟ والله تفاجئني. وترى كامارو الحين احنا وصلنا لست اجيال. ايه؟ ونباعت تقريبا اكثر من كم سياره الحين؟ انباع هي وايد مشهوره. انباعت اكثر من 700,000 سياره. تخيل ليه يومنا هذا. يعني وايد السياره مرغوبه وايد مشهوره. وفي منها اجيال وايد. محركها يختلف كل سياره محرك ثاني مختلف. طبعا سنة 2018 شاركت في معرض الشرق الأوسط كاستم شو دبي. حلو. وفازت بأفضل سيارة كلاسيكية. هذه السيارة اللي احنا فيها صراحة محظوظين ان كل ما نقعد بسيارة لها انجازاتها ولها شيء مميز. وترى الناس يمكن احنا قاعد نشوف ناس قاعدين متحف يعني ريم من دول وجناسي قاعدين تشوف هالكنز بالسيايير والجوائز والسيفيل القوي اللي بالسيايير. الحين عقب هالمعلومات اللي خليناها والتفاصيل حلوة الحين انت خلاص السبورت عندك صح؟ بس عندي خليني فرغ نشوف السيارة هذه شلون. يلا بس يا احمد هادوز. يلا يلا خلينا. Can I hit you from a different angle? Hey, sweet, cheap shot, birch, straight cut. So you're twin, pistoletto, get it, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep your hype for a hunch in the back. Get them ready like that. Hello. احنا الحين قاعد نمشي بالشارع. أول شيء الناس تعودت قبل بأن اللي يسوق سيارة سبورت شباب. صح. الحين البنات دشوا بالحسبة يعني اليوم نشوف بنات يسوقون سبورت. أه. برأيك شو سبب الهبة هذه دخول البنات بالسبورت؟ وي أحمد يعني هي مو هبة. أول في عندهم معتقدات أن البنت ما تسوق سيارة سبورت. الحين لو بتشوف أغلب البنات كلها سيايرهم سبورت وصاروا شنو جروبات. عجيب. بنات جروبات سبورت. زين أنت شنو شعورك أنت قاعد تسوقين سبورت الحين؟ يعني ما أدري حلو. ونقول حق مشاهدينا نوعدهم دائما بان نقدم لهم سيايير كلاسيك بتعجبهم ولها تفاصيل مميزه اكيد. وغير سيارات الكلاسيك هم سيارات السبورت. صح. كل شيء قديم كل شيء من ريحه الماضي. يلا نلقاكم على خير. باي باي. راصد لما يحدث بالبيئة.
يعني ممكن البعض يراه مترصد، ولكن هو راصد بالمستندات والأدلة والبراهين، وأيضا سيقدم الحلول في هذه القضية، يتابع عن قرب ويتابع عن بعد، ونشط في هذا الجانب الجانب البيئي والبيئة الكويتية، تعني وتعني زملاء بالدرجة الأولى في تحسينها وتطويرها. في السابق لم يوجد أو لم يكن هناك قانون ينظم هذه العملية، ولكن تباشر خيرا بعد وجود هذا القانون للتنظيم، ويرى بأن هذا القانون لا ينظم العملية، بل لم يتم تفعيل هذه المواد للتنظيم، وإنما ما يراه من وجهة نظره اللي راح نسمعها بأن هناك مواد موجودة بهذا القانون المتعلق بالبيئة الكويتية تفعل بشكل خاطئ أو غير مدروس. شو الأسباب يا ترى؟ محمل بالملفات ومحمل بالقضايا، ومن ضمن هذه القضية اللي راح نطلق فيها هي شجرة الكونكاربس، ومع ضيفنا رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الأستاذ خالد الهاجري. مساك الله بالخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله. وإحنا عادة يعني ممكن مقدمة وبعدين نبدي بأسئلة بسيطة بحيث أن الضيف يتأقلم معنا، كإحنا خذينا قبل هو حوار مثمر كان، فراح نبدي على طول. جماعة الخط الأخضر البيئية مع الكونكاربس، هل أنتم مع إزالتها أم ضد؟ أولا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى الأهمية البيئية القصوى لوجود أي شجرة في أي مكان كان. ممتاز. هذا جانب. الجانب الآخر، قرار إزالة أشجار الكونكاربس للأسف الشديد شابته العديد من الأخطاء القانونية التي لم تستند حتى في إصدار هذا القرار الجهة المعنية، لم تستند لا على القانون ولا على لائحته التنفيذية. أولا المادة 141 المنظمة لعملية المانعة بالدرجة الأولى لقطع الأشجار والمنظمة لإزالة أشارت إلى أنه في حال الإزالة يجب التعويض، والتعويض أن يكون مماثلا أو أفضل، بمعنى إذا أردت أن تزيل شجرة كونوكاربس عمرها 10 سنين فيجب أن تأتي بشجرة أخرى بذات العمر والحجم والفائدة البيئية، وليست شتلة صغيرة، لأن المادة لم تقل تستبدل بشتلات ولكن قالت يتم التعويض عن ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر، شجرة الكونوكاربس هناك سوء في التعامل معها. هناك أشجار تزرع في أمام المنازل، وهناك أشجار تزرع في الأماكن المفتوحة. في عملية التعويض أستاذ خالد، هي ملزمة للدولة أم ملزمة للأفراد؟ كلا الطرفين. أي جهة ستقوم بإزالة، طبعا في جزئية مهمة أيضا، المادة أشارت بأن عملية الإزالة تكون لدواعي التنمية، القرار معاكس ومناقض لكل دواعي التنمية، أن أزيل ملايين الأشجار بحجة أنها سببت ضررا لمجموعة من المنازل أو الأماكن فقط. لذلك هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، وفي ذات المادة، اللائحة التنفيذية لمادة 41 المعنية في منع قطع الأشجار استثنت فقط في اللائحة التنفيذية مشاريع خطة التنمية والمخطط الهيكلي للدولة. إذن مشاريع خطة التنمية، خطة 18-19، عدد المشاريع لا يتجاوز 37 مشروع. إذن يحق للقائمين على هذه المشاريع إذا اعترضتهم مشاكل تتعلق بالأشجار أن يزيلوها. هذا جانب متعلق بالتنمية. المخطط الهيكلي، المخطط الهيكلي واضح، هذه مناطق، هذه مناطق السكن الصناعية، هذه ممرات وخلافة، فإن وجدت شجرة في مكان مخالف يجوز أيضا إزالتها. ولكن أن أصدر قرارا مخالف للمادة في القانون 41 وللائحة التنفيذية، هذا سيترتب عليه مواجهات قانونية وقضائية مع أي جهة ستقوم بإزالة هذه الشجرة. إذن في مواجهات قانونية راح نتعرف عليها أكيد، لكن نشوف هذا التقرير معك ونرجع بعدها. تفضل. طبعاً اليوم حضرنا إلى هذا الموقع كي تشاهدون في هذه العدسة ومن خلال هذه العدسة المنظر الجمالي اللي تحقق هذه الشجرة كونكاربس اللي شنت عليها اليوم حروب عدة للأسف من جهاز احنا كنا نتوسم فيه الخير انه هو اللي يحفظ الأشجار، هو اللي يحافظ على زيادة الرقعة الخضراء على دولة الكويت. المواطنين والشركات والمؤسسات بدون الرجوع إلى الهيئة العامة للبيئة في استبدال هذه الشجرة، وبدون أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة بإمكانه اقتلاع هذه الشجرة، وبدون أخذ تصريح من الهيئة العامة للبيئة، فهذا راح يشكل خطر على
بقاء هذه الأشجار وبقاء الكويت بهذا الكساء الأخضر الجميل. ومن ثم سنعود إلى المربع الأول اللي كنا عليه وهو مربع التصحر على دولة الكويت. كان هناك ضرر فعلي من هذه الشجرة يجب إثباته من قبل الجهات المختصة كشرطة البيئة أو الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو حتى الهيئة العامة للبيئة. تم مناقشتها في مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة اللي يضم الهيئة العامة للزراعة ووزارة الأشغال، بلدية الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكويت، كل هذه الجهات في مجلس الإدارة قررت هذا القرار. وبالفعل بدينا فيه من خلال يعني توجيهنا إلى مؤسسات دولة، اليوم وزارات ومؤسسات دولة بضرورة استبدال هذه الشجرة. حتى إذا استبدلنا هذه النبتة أو هذه الشجرة بنبتات أخرى فالمساحة المربعة للخضار ما راح تعطينا إلا بعد عشرات السنين. فإحنا اليوم صرفنا على هذه الشجرة لعشرات السنوات ملايين الدنانير، ومن ثم سننقلها من مكانها إلى مكان آخر بملايين الدنانير، وسنصرف أيضا على الشتلات البديلة ملايين الدنانير. فأين التقشف الذي يذكر من قبل مجلس الوزراء؟ يعني بعد ما شفنا هذا التقرير معك، هل فعلا في جوانب مدروسة تساهم بتنمية البيئة بشكل سليم؟ هناك جوانب عدة، وإصدار قرار مثل هذا كان الأصل في الأمر أن يسبق، رغم أنه قرار خاطئ وفقا للمادة 41 ولائحة التنفيذية، أن يسبق دراسة مردود بيئي لبحث حجم الضرر البيئي المترتب على إزالة عشرات الملايين من أشجار الكونوكاربس. المتضرر يحق له أن يزيل هذه الشجرة بعد العودة للهيئة العامة للبيئة، ويجب على الهيئة العامة للبيئة أن لا تتخلى عن مسؤولياتها بالطلب من الأهالي أو الجهات أزيلوا الشجرة ولا تعودوا لنا، لا، يجب أن يعودوا للهيئة ويتم توثيق الإزالة، لأن هذا قد يؤدي إلى إزالة أشجار واسعة بحجج واهية اسمها والله الضرر. يجب أن يثبت الضرر في هذا الشأن. نعم، خلنا نتعرف على وجهة نظر أخرى مع الدكتور هاني الزلزلة وهو أخصائي في علوم النبات وهندسة الزراعة التجميلية معهد الكويت للأبحاث العلمية. مساء الخير دكتور هاني، وكيف ترى قرار الهيئة العامة للبيئة بإزالة شجرة الكونوكاربس واتخاذها لهذا القرار من الكويت؟ السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله. طبعا خصوص موضوع شجرة الكاربس في الكويت، احنا لازم نعرف تاريخ الشجرة هذه. تم دخول شجرة الكونوكاربس في سنة 1988. طبعا قرار دخول الشجرة هذه ما كان قرار مدروس من بداية الأمر، زين، وقرار إزالة شجرة الكونوكاربس الحين هو قرار غير مدروس أيضا. من وجهة يعني نظرك، أم فعلا في على أرض الواقع لا توجد دراسة؟ بالضبط، من بداية دخولها ما كان في دراسة. نعم. واتخاذ قرار إزالتها، زين، هذا قرار غير مدروس وقرار ونعتبره قرار ارتجالي. زين، هذا واحد. الشيء الثاني، طبعا احنا في معهد الكويت الأبحاث العلمية قد كان في هنالك اجتماعات مع المجلس البلدي. نعم. وبعض الوزارات والهيئات المختصة علشان لعمل اقتراح دراسة عن هذه الشجرة وتأثيرها على البيئة الكويتية، بس هذا سنة 2016. نعم. وقبل هذه المدة كنا احنا معهد الكويت للأبحاث العلمية كنا نطالب تمويل مشاريع لعمل دراسه لهذه الشجره. بس طيب دكتور هاني، بس يعني الكلام اللي ذكرته حضرتك واضح انه في بحوث وفي دراسات بحيث انه تكون الصوره واضحه، لكن السؤال الاهم اليوم ازاله يعني الكونوكاربس تحديدا، هل ستضر البيئه الكويتيه بشكل ملحوظ؟ يعني هل راح يكون في ضرر واضح للبيئه؟
أول شيء بخصوص الدراسات، إذا كان في دراسات أو أي شيء طبعاً مو دراسات اللي لها تأثير أو تبين عن تأثير شجرة كونوكاربس على البيئة الكويتية. بالنسبة حق سؤالك إن إزالتها تضر البيئة، البيئة عندنا في الكويت، طبعاً أنت لما الغطاء الأخضر هو الرئة اللي أو المتنفس زين حق تنظيف الغازات، تنظيف الهواء، عندك استصلاح البيئة، الاستصلاح البيئة في المناطق السكنية زين. طبعاً إحنا لو بنشوف إحنا البيئة مالت البيئة الكويتية بيئة قاسية، يعني هذه من الأشجار النوادر الموجودة اللي تشوفها داير مدار السنة إنها خضراء وتحتاج صيانة أقل من نعم. باقي الأشجار يعني نعم. طبعًا إحنا لما نقول إحنا صيانة أقل لما تنحط في المكان الصحيح مو المكان الغلط. دكتور هاني، هل تواصلتوا كمعهد أبحاث مع الهيئة العامة للبيئة في اتخاذ هذا القرار من خلال الاجتماعات الدورية؟ إن اتخاذ إزالتها نعم ما أعتقد، لا ما صار. لا ما تعتقد ولا ما صار عندكم اجتماعات دورية وتباحثتوا بهذه القضية وبهذا القرار؟ آخر شيء اللي أنا عرفته إن معهد الكويت للأبحاث العلمية بلغ الجهات المسؤولة، ترى إحنا في عندنا مقترح دراسة ولحد الآن لم تنفذ عن هذه الشجرة. هل معهد الأبحاث، معهد أبحاث الكويت، معهد الأبحاث العلمية بالكويت مشارك ومساهم في اتخاذ هذا القرار إزالة شجرة الكونا كاربس من دولة الكويت؟ أبدا. شكرا لك، شكرا دكتور هاني. شكرا، كل شكر لك دكتور هاني الزلزل، أخصائي في علوم النباتات أو النبات وهندسة الزراعة التجميلية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. يعني أستاذ خالد، من خلال هذا الاتصال ويعني التقرير اللي شفناه قبل شوي، مدروس غير مدروس، نعتقد وما نعتقد، اليوم الضرر قادم بشكل واضح بإزالة هذه الشجرة وبإزالة هذا النوع من النباتات، ومثل ما ذكر الدكتور بأنها تعتبر الرئة للبيئة. وضح لنا أكثر، اليوم المشاهد راح يحس أنه في يعني أكثر من رأي وأكثر من شيء مدروس وغير مدروس. حاولوا الهروب من مسؤولياتهم فألقوها في رأس الشجرة. هم تحدثوا عن وجود الأغصان والأشجار في مناهير الأمطار وبأنها قامت بإغلاقها. ليست فقط الأشجار والأغصان هي التي أغلقت مناهير الأمطار، هناك أيضا بقايا مواد البناء، هناك قاذورات وأوساخ مختلفة. قبل أن أصل إلى هذه النقطة يجب أن أتحدث عن ثلاث جهات هي المسؤولة في هذا الأمر. أولا الهيئة العامة للبيئة هي المعنية بمخالفة كل من يلقي أنقاضا أو قاذورات بأي كان نوعها أو أغصانا في المناطق السكنية وخلافه. أين دور الهيئة العامة للبيئة قبل الكارثة؟ مفقود. قايمين بدورهم، قاعد يخالفون وقاعد يرصدون وقاعد يعاقبون ويحولون، موجود هذا بحكم وجودنا في الميدان لا نلاحظ ذلك. ربما نلاحظ تغطيات إعلامية ولكن على أرض الواقع ليس لا نرى ما هو حقيقي في الدخول إلى المناطق السكنية على سبيل المثال ومخالفة من يلقون أنقاضهم، بقايا الأشجار وأمور أخرى، وليس المناطق السكنية والصناعية وخلافه. هذا جانب. نأتي بعد ذلك إلى الهيئة العامة للزراعة. الهيئة العامة للزراعة تتعاقد مع شركات زراعية للاهتمام بالزراعات التجميلية. حينما يتم تقليم وتجذيب الأشجار تترك بعض الشركات الأشجار ملقاة على الأرض فتتحرك نتيجة للرياح، للأمطار، للهواء، لخلافه، وتجد طريقها إلى المناهيل. أيضا ننتقل لأخطر دور وهو دور بلدية الكويت. أيضا بلدية الكويت هناك إدارتين، شركتين في هذه المشكلة، هي إدارة النظافة. جميع إدارات النظافة في جميع المحافظات لا تقوم بدورها على أكمل وجه، رغم أن عقود النظافة في دولة الكويت هي الأغلى في العالم استنادا على تكلفة المتر المربع تصل إلى مليار دولار، ولكن لا نجد ذلك على أرض الواقع. أيضا إدارة السلامة في جميع المحافظات التابعة للبلدية لا تقوم هذه الإدارات بدورها على أكمل وجه في التفتيش على المباني التي يتم بنائها أو يتم ترميمها والتأكد من التزام صاحب المبنى أو المشروع باحتواء النفايات الخارج الموقع. محمد حسستني الله يسلمك، وكأن الكويت تلفانة والقاذورات يعني أجلكم الله جميعا مرمية بالشوارع والنظام قاعد يدورها، مع أن العلم أنك أنت تطلع الآن على الخط السريع ولا تدش من البيوت ما تلاقي هذه الأمور، تلاقي سيارة البلدية موجودة وعمر النظافة قاعد ينظفون 24 ساعة والحمد لله ما نجد أي أوسخة أو أي أتربة في الشوارع.
أنا لن أخذك معي إلى جليب الشيوخ التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي تردي مستوى النظافة فيها. أنا راح أقول لك وأعطيك رقم أخوي أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت وأيضا رقم مدير عام هيئة البيئة وأقول لك اطلع منطقة سلوى على سبيل المثال وشوف تردي خدمات النظافة فيها. لا تروح هناك، تعال عندنا بغرب مشرف وشوف تردي خدمات النظافة، وأعطيك رقم مدير بلدية محافظة حولي واسأله كم مرة ندق عليه نشتكي كأفراد وليس كناشطين. شو يقول لكم؟ يقول الموظفين اللي ما يداومون في نواب في الدائرة الأولى يدافعون عنهم. أنا هذا الكلام أتحمل مسؤوليته وأقول لنواب الدائرة الأولى، شكله لجنة تحقيق وأنا شاهد فيها، لما أكلم جميع مسؤولين البلدية يقولون لي الموظفين اللي ما يعملون في نواب وراهم ما نقدر عليهم، وهذه حقيقة، وأنتوا السبب كنواب في انخفاض مستوى وجودة الخدمات في الدولة، لأن هناك مجموعة من أصحابكم في هيئة البيئة مصالح، في هيئة الزراعة مصالح، في بلدية الكويت مصالح، ننتقد الحكومة ولا ننتقد مجلس الأمة؟ الحين المتهم هو نائب مجلس الأمة المشرع المدير مال بلدية أي محافظة؟ تقريبا كل المسؤولين اللي تواصلتوا معه، نتواصل مع الجميع اللي قال حولي حاجي. حولي ونواب مدير عام في بلدية الكويت قالوا لنا هالكلام. ايه حينما اشتكي ما نقدر على الموظفين عشان اقول نعم. احنا ما الموظفين البلدية اغلبهم ما يداومون ولا نقدر نحاكيهم لانه محسوبين على نواب. ليس ذلك فقط، بعد هذا صحيح الحكي صح، هذا صحيح. بعد ذلك اتصلت بهيئة الفساد وقلت لهم يا جماعة انا عندي هذه المعلومة لاني اشاهد مشكلة بيئية خطيرة خطيرة جدا، هذا الأمر سيترتب عليه أمراض وأوبئة. وقلت لهم يا جماعة كلام مسؤولين البلدية أن الموظفين اللي ما يدامون ويقبضون مرتبات من الدولة وراهم نواب، ليش ما تحققون؟ رد هيئة الفساد علي في المكالمة الهاتفية والبلاغ هذه مشكلة. بعد الفاصل خلي الرد، بعد الفاصل رد هيئة الفساد ماذا ردت على رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري بعد الفاصل. يعني مشاهدينا الأستاذ خالد أعطانا منشيت راح يتم تداول الفترة الجاية، والله يعين على يمكن الهجوم الرحيلة من الجهات اللي ذكر أنه يعني ما ساهمت في التعاون. أنا راح أخذها من جزئية ثانية، شلون تجاوزت وعدم التعاون اللي واجهته من الجهات اللي ذكرتها؟ تقريبا بلدية الكويت مشكورا مهندس أحمد المنفوحي خصص موظف في مكتبه لتلقي جميع البلاغات والشكاوى التي توجهها جماعة خط الأخضر البيئية تجاوزا لعدم تعاون بلديات المحافظات. فربما بعض المشاكل متعلقة في بلدية هيئة الزراعة، زراعة التجميلية والمهندس غانم السند مباشرة وهو المعني، اضطرينا ان احنا نتعامل معاه بمعنى ان حتى الخطوط الساخنة لا تعمل. الهيئة العامة للبيئة غير متعاونة، رفعت علينا 45 قضية وخسرتها كيدية. الهيئة العامة للبيئة خطوط الساخنة ما لها نتصل فيها ما حد يريد. الهيئة العامة للبيئة تكيل الشتائم بالأدلة والبراهين لناشطينا، لا تريد بوجود ناشطين يكشفون خلل بيئي أو عدم قيامها بدورها على أكمل وجه، حتى أن احنا أعددنا تقارير بذلك ورفعناها للمسؤولين. 45 قضية اتهامات وشتم من الجهة اللي قاعدت الهيئة العامة للبيئة. أنا التقيت بمعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد في شهر فبراير الماضي وقدمت له الكشف كاملا وقلت له معاليك هذا يؤدي إلى تدمير روح التطوع في المجتمع الكويتي حينما ترفع جميع هذه القضايا كيدا على ناشطينا، وأكد لي معالي الله يجزاه خير رفض القاطع لمثل هذا الأمر وأنه يجب أن لا يتكرر أو يحدث. ما اللي حصل بعدها؟ توقفت القضايا بتدخل معالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الأعلى للبيئة حينما اطلع بأن هناك كيد واضح، 45 قضية ترفع كيدا على ناشطين ولا قضية تكسبها الهيئة العامة للبيئة. 45 قضية على المجموعة تساهم بأن هي تلقى حلول بيئية. جزء منها علي أنا، جزء منها على الخبير البيئي جاسم الشواف أستاذنا واستشارنا في جماعة خط الأخضر البيئية. طيب ليش ولماذا لم تلتقي برئيس المجلس الأعلى للبيئة في الفترة السابقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك وتطرح عليه هذه القضية؟ احنا عندنا سوابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في 5/7/2011 التقيت بسموه وكان هناك مجموعة من الأمور ناقشتها مع سموه، فكان رد علي خالد احنا راح نرفع عليكم قضايا، لاحظ الفرق.
في فبراير 2018 التقي بالشيخ ناصر صباح الأحمد فيرفض رفضا قاطعا المساس بالحركة التطوعية في الكويت خصوصا البيئيين وشتان ما بين الرأيين. أنا شاهد على حالة بيئية في مجتمعي يوما ما سأتحدث أمامكم وأمام غيركم. وضحت هذه النقطة. الفساد اللي طلعنا بالفاصل كنت بتعلق عليها هيئة الفساد فيما يتعلق في الأشياء المتعلقة في انخفاض مستوى جودة النظافة بسبب بلدية الكويت كان ردهم بأن عدم قيام الموظفين بدورهم أو عدم وجودهم على رأس عملهم هذه مشكلة إدارية لا يعني ليست تعنينا رغم أن الموظفين يقبضون مرتبات قاعدين في بيوتهم. يعني صرحت الهيئة العامة للبيئة بأن الهواء في الكويت ملوث بسبب الغبار. اليوم جماعة الخط الأخضر ردها على هذا التصريح بسبب الغبار. أولا كان صلب الأمر هو قياسات السفارة الأمريكية في دولة الكويت للجسيمات الدقيقة من قياس 2.5 ppm، وهذه الجسيمات دقيقة جدا ولا ترى بالعين المجردة وتحتاج إلى أجهزة دقيقة لقراءة أن تراها. أيضا الغبار إذا أردنا نتكلم ما هو قياس الغبار؟ قياس الغبار وفق أنا أتحدث وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومؤخرا أصدرنا تقرير مفصل بذلك بالمراجع العلمية قياس الغبار 10 ppm وليس 2.5 ppm. ال 2.5 ppm اللي تقيسها السفارة الأمريكية هي لغازات سامة من ضمنها الرصاص على سبيل المثال والأدخنة من القطاع النفطي البحيرات النفطية العمليات التصنيعية المختلفة ومداخل المطاعم أمور عدة تلوث الهواء. لذلك كان الأجدر قبل التصريح بأن يعودوا إلى منظمة الصحة العالمية يعودوا إلى جهات مختلفة. القول بأن هذا القياس هو قياس الولايات المتحدة وإحنا عندنا غبار أيضا بعض الولايات في الولايات المتحدة تتعرض لعواصف غبارية مشابهة لما نتعرض له ولكن المرجع في هذا الأمر هو منظمة الصحة العالمية التي أكدت بأن المجتمعات التي تعاني من هذا النوع من التلوث يحدث في بين أفرادها انتكاسات صحية تؤدي إلى الوفاة. يعني لذلك اتهام الغبار طيب احنا قبل فترة ما عندنا غبار وكان الرصد في أجهزة السفارة الأمريكية بارتفاع نسب الملوثات وين الغبار؟ ما كان عندنا غبار صحيح. وهذا كله مؤرشف عندنا وموثق. يعني اللي ذكرته حضرتك هو أمر محزن ومخيف بنفس الوقت لأن احنا نتكلم عن جانب صحي ممكن يأثر على البشر الموجودين أكيد في البلد وأيضا من الجانب البيئي ممكن نحن لحالة الدهور. هذا التراجع بسبب عدم وجود قانون رادع يساهم بأنه يحافظ على البيئة في الكويت؟ ليس الموضوع موضوع قانون. حينما كان المجلس الأعلى لحماية البيئة قبل الهيئة العامة للبيئة تكلم بالثمانينات وكان الله يرحمه دكتور محمود حيدر وكان الله يطول بعمره دكتور عبد الرحمن العوضي ومجموعة ثلة من البيئيين الأوائل كانوا يحققون إنجازات رغم عدم وجود قانون لديهم وكانوا يخرجون بتقارير قوية وملزمة وكان مجلس الوزراء يتفاعل سريعا مع ذلك. نحن نحتاج إلى أشخاص يتفاعلون مع قضايا المجتمع بشكل إيجابي ويقللون ما نتعرض له من تلوث. والله حسستني سخال أن كأن الهيئة العامة للبيئة لا تقوم بدورها ولا تقوم بعملها وأن الأخبار أو التقارير اللي تنشرها يعني هي تفتقد إلى نوعا ما إلى المصداقية وأن إحنا في تلوث وفي غيره. وأعتقد أن الحديث وما تفضلت فيه جذب الهيئة العامة للبيئة وشكرا على تواصلهم معنا وعلى هذه المداخلة الهاتفية من قبل نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي. مساك الله بالخير مهندس محمد وحياك الله. وتعليقك أعتقد أن عندك تعليق أو عندك شيء لفت انتباهك في هذا اللقاء تفضل أنت على الهواء. مساكم الله بالخير أخوي راشد مساك عليك وعلى الأخوة المشاهدين. الحقيقة عندنا العديد من التعليقات على كلام ضيفك في الاستديو واللي يمكن ما هو غريب عليه هجوم شخصي على الهيئة العامة للبيئة وبشكل يعني مستمر إلا أن احنا خلينا اليوم نبعد عن الشخصانية ونتكلم فيما يهم الأخوة المشاهدين والمواطن الكويتي والمقيم على يعني على هذه الأرض الطيبة. نعم ردك على الكورونا كاربس أول شيء. أول موضوع الكورونا كاربس الضيف في الاستديو تكلم عن مادة 41 وأنا يمكن سعيد جدا أنه بدأ يقرأ قانون حماية البيئة واللائحة التنفيذية وكان من أول من هاجم قانون حماية البيئة بل يعني تكلم عنه أنه جريمة بيئية في حق الكويت أن يصدر مثل هذا القانون إلا أنه بدأ يقرأ هذا القانون ولائحة التنفيذية. المادة 41 حددت بشكل قطعي أن لدواعي التنمية ودواعي التنمية أنا أعتقد يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المكون من
يعني 18 جهة. القرار ما صدر عن الهيئة العامة للبيئة، صدر عن مجلس الهيئة، مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. وخلوني بس أوضح حق الأخوة المشاهدين من هو مجلس إدارة الهيئة: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء، وزارة التجارة، وزارة الأشغال، وزارة الإعلام، وزارة التربية، بلدية الكويت، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة، واثنين من جمعيات النفع العام تتصدرهم جمعية حماية البيئة. دكتور هاني، دكتور هاني قبل شوي كان معنا يقول لا مو صحيح الكلام، لم يصدر منه أي كذا أي 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 موافقة. يمكن أشفق على الدكتور هاني اليوم، يمكن دخلته معاكم في مداخلة قد يكون يتسبب له مشكلة إدارية في معهد الكويت. معهد الكويت للأبحاث العلمية يمثلهم الدكتور عدني بالغضبان المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم البيئية، وأعتقد يمكن الدكتور هاني يعني الدكتور عدني رئيسه في العمل، وهو ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، اللي صدروا قرار وقف زراعة أشجار الكونكاربس في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية. وبالتالي اليوم قرارات مجلس إدارة الهيئة انسجمت تماما مع القانون ومع اللوائح التنفيذية لهذا القانون. مهندس محمد، احنا نتحدث عن إزالة شجرة الكونكاربس، هذا القرار هل سام فيه المعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ نعم بحضوره، يعني يمكن انا حضرت هذه واضح الجلسة بحضور الدكتور عبد النبي الغضبان، نفس بالمسميات. نعم نعم. ضيفنا يقول في عملية، انت ذكرت حضرتك المادة 41 في عملية التنوية، انا ما اقدر اخذ الاتصال كله كان بس بشكل سريع، انت ذكرت حضرتك المادة 41 انها للتنمية، بينما يرى جماعة الخط الأخضر أن لا توجد تنمية في هذا الموضوع حتى أنت تتخذ مثل هذا القرار. يعني أنا احترامنا الكامل لرأيهم، أنا أعتقد أن اليوم هناك ممثل لجمعيات النفع العام والناشطين، هي جمعية معتمدة في دولة الكويت، هي جمعية حماية البيئة، هناك العديد من الناشطين اليوم. أنا ما أعلم اليوم يمكن جماعة الخط الأخضر، يمكن ضيفك في الاستوديو ذكر يمكن نفسه كرئيس الجماعة، وذكر أخ آخر اللي هو جاسم الشواف كان موظف في الهيئة العامة للبيئة وعنده قضايا مع الهيئة العامة للبيئة، قضايا إدارية. ولكن هناك جمعيات، هناك مناشطين في البيئة في دولة الكويت، هناك يعني يمكن العديد منهم قابلتهم أنت وعلى تلفزيون الرأي، أكدوا على سلامة هذا القرار، وبالعكس يعني شجعوا يعني صدور مثل هذا القرار. يعني عفوا الأستاذ محمد العنزي، اليوم يعني خلنا ناخذها من جانبين، أول جانب أكيد دكتور هاني زلزلة له حق الرد والتوضيح وكامل الاحترام والتقدير، مثل ما احنا نعطي فرصة دائما لضيوفنا بأنه يوضح وجهة نظره، فأكيد إذا عنده رد معين يقدر يرد بهذه وجهة النظر. أما الجانب الآخر أنا بأخذها بوجهة نظر المشاهد، عنده تساؤل وعلامة استفهام، ليش اليوم ما تحتون من يساهم بأن ينقذ العملية البيئية وإن كان بجانب تطوعي؟ ليش ما يكون في احتواء بدل القضايا والأمور اللي ذكرها الأستاذ خالد؟ هذا اللي صار بالنسبة لنا في الهيئة العامة للبيئة، كل من يمارس نشاطا تطوعيا بيئيا في دولة الكويت، تم عمل أكثر من ملتقى بيئي في الدولة، ودعينا كل من له بصمة في الأنشطة التطوعية البيئية في دولة الكويت وخارج الكويت، في دول مجلس التعاون أقيم ملتقى تطوعي شاركوا فيه كل المتطوعين، جماعات مثل فريق القوس الكويتي، في ثلاث فرق يعني لتخص الفرق البيئية اللي تابعة للقوس، هناك يعني جمعية أو جماعة المليون نخلة، هناك الناشطين الآخرين مثل اللي محتملين في المحميات وزراعة الأشجار الفطرية. إذن أنتم ترحبون بجميع المتطوعين والأعمال التطوعية اللي تساهم في الجماعة الوحيدة اللي ما حضرت هي جماعة الخط الأخضر في كل الملتقيات، هم اللي ما حضروا. بس هذا محمد عشان هذه النقطة تكون واضحة وأساس الصورة تكون بالنسبة لكم واضحة، هم اللي ما حضروا يعني هذا الاجتماع أو هذا التجمع منكم، أنتم بادرتوا لكن هم اللي ما حضروا. احنا بادرنا يمكن ثلاث اربع مرات، بل بزيدك من الشعر بيت. تفضل. احنا في مره من المرات الاخوان في جماعه الخط الاخضر اثاروا الراي العام بمخالفه للماده 626 من القانون، باثاره الهلع والفزع يعني التصريح في بيانات غير صحيحه، دعيناهم الى الهيئه العامه للبيئه لابداء وجهه نظرهم، لم يستجيبوا اكثر مره، واضطرينا نحول الموضوع حسب نص القانون اللي يدعون ان احنا ما نطبق القانون، احلناهم
النيابة العامة بهذه القضية. طيب حتى لا نأخذ يعني أيضا ضيف معنا متواجد على الهواء مهندس محمد، وأنت حضرتك تداخلت معنا في هذه القضية لإقفال هذا الملف، نقطة أخيرة في عملية الملوثات الهواء حسب ما رصدت السفارة الأمريكية وتفضل فيه ضيفنا، وإحنا عندنا ملوثات والهواء موجودة، ولكن هي العامة للبيئة تقول الملوثات هذا بس الغبار ما في أي شيء آخر، ردك على هذه الجزئية. ردي بسيط ويمكن سهل للإخوان المشاهدين. عندنا 28 محطة في دولة الكويت، 15 محطة تخص الهيئة العامة للبيئة، وخلي نساهم ضيفك الكريم قد يكون اليوم عنده يعني شك في بيانات الهيئة العامة للبيئة، هناك 13 محطة أخرى يملكها القطاع النفطي شركة نفط الكويت تقيس كل أنواع الملوثات وعلى مدار الساعة، وخاصة الجسيمات العالقة اللي سببها الغبار. الهيئة العامة للبيئة لم تنكر أن هذه الجسيمات قد تسبب يعني ضرر للصحة العامة، بالعكس هذا دائما نقوله مكتوب في لوائحنا التنفيذية، ولكن هناك يعني ملاحظات على المقياس اللي تتبع السفارة الأمريكية، القياسات اللي قاعدة تتم بشكل ساعي، القياسات المعتمدة في اللوائح والمعايير البيئية اللي قاعد يعتمد عليها ضيف الكريم اليوم، وقاعد يكون سند العلمي اللي هو اللائحة التنفيذية، تنص على أن المقياس يكون بشكل 24 ساعة يحسب المتوسط، واللي على أساسها تظهر محطاتنا اليوم كلها بشكل شفاف موجودة. يعني اليوم أنا ما أخش البيانات في الهيئة العامة للبيئة، عندي اليوم على موقع بيئتنا بإمكان الدخول والاطلاع على كل بيانات جودة الهواء والمياه وكل مكونات البيئة من خلال هذا الموقع. بارك الله فيك. شكرا مهندس محمد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة على توضيح هذه النقاط، وأكيد حق الرد مكفول لضيفنا الكريم إن شاء الله راح يرد على هذه السؤالات. يعني في كثير من الأمور اللي نحتاج نعرف منها يعني توضيح من حضرتك أكيد، لكن مشاهدينا هذا الفاصل وراجعين بعدها. أستاذ خالد، يعني كان معنا نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي بهذه المداخلة، وذكر بأن تم توجيه أكثر من دعوة لجماعة الخط الأخضر ولم يلبوا هذه الدعوة. هذا القرار الذي اتخذ باقتلاع هذه الشجرة، شجرة الكونكاربس، بأكثر من 14 جهة موجودة ومن ضمنها معهد الأبحاث الكويت، وحق الرد مكفول للدكتور هاني زلزلة في هذه القضية. ذكر بأن السفارة الأمريكية التي تستند عليها في عملية الرصد البيئي لهذا الهواء هي 24 ساعة تحسب النصف، وإحنا عندنا يعني مناطق موجودة وأجهزة موجودة للرصد هذا طوال السنة وطوال اليوم طوال الشهر، وتقدر الناس أونلاين تدخل وتتعرف على جودة المياه وجودة الهواء وغيره. ردك على هذه النقاط. هم لم يحيدوا عن طرحهم، وهناك همز ولمز من قبل المهندس محمد العنزي تجاهي وعلى الهواء، والمشاهدين شافوا هذا الأمر. المهم في الأمر أن مرسوم تعيين مهندس محمد العنزي نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة انتهى منذ أيام، فما هي الصفة الإدارية له الآن ليمثل الهيئة العامة للبيئة؟ هذا أمر مهم. الجانب الآخر لأصحح معلومته أيضا، المعني في تحديد أبعاد التنمية في دولة الكويت ليس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، بل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة معالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد. وجوانب أخرى، إذا كان يتحدث أن أنا أستند على اللائحة التنفيذية، لم أستند، أنا أنقد اللائحة التنفيذية. وإذا كان يرى أنني قلت بأن القانون جريمة، أنا أرى حاليا ممارسات الهيئة العامة للبيئة واستقصادها للناشطين هو بحد ذاته أيضا جريمة بيئية. الحديث عن دعوتنا لحضور اجتماعات هذا غير صحيح، لا أريد أن أقول كذب. ثلاث مرات توجه لنا أي دعوة. أستاذ خالد معلي عفوا هناك حقائق يجب أن نعلق عليها نقولها كلها، بس عفوا معلي، ثلاث مرات دعوكم وثلاث مرات أنتم ما حضرتوا. هذا الكلام غير صحيح، ليقدموا لنا
أي دليل يثبت أنه تم دعوة جماعة خط الأخضر البيئية رسميا. الكتاب الذي وصل هو في قضية تلوث مياه المدارس الذي ثبت قضائيا صحة ما ذهبنا إليه ويؤكد الكيدية لدى الهيئة العامة للبيئة. والآن الأصل في الأمر بعد أن خسرتوا جميع قضاياكم الآن المفروض تقدمون استقالاتكم عمليا. عمليا انتهى مرسوم تعيين جميع نواب المدير العام في هيئة البيئة منذ أيام، وسينتهي مرسوم مدير عام الهيئة العامة للبيئة مطلع السنة المقبلة أعتقد 3 يناير. مجلس الوزراء الآن أمام فرصة ذهبية لتعيين كفاءات كويتية مختصة في الشأن البيئي. هل تعلم بأن الهيئة العامة للبيئة مديرها العام وجميع نوابها لا يحمل أي منهم بكالوريوس علوم بيئية، رغم أن قانون حماية البيئة نص على أن يعين مديرا عاما للهيئة العامة للبيئة؟ لكن مدير عام الهيئة العامة للبيئة مع ماجستير في البيئة، ماجستير في المحاسبة في لا عفوا ليقدمها لنا. أنا لما قابلتها مرة قلت عطني أطروحتك أشوفها، ما عطاني إياها. وضحت النقاط كلها أستاذ خالد، وشكرا لك على تواجدك معنا وتوضيح هذه النقاط، وحق الرد مكفول للجميع بالتأكيد بما تفضلت فيه. وندعو إن شاء الله الجهات المعنية مع حضرتك جماعة الخط الأخضر نتحاور في هذه القضية في برنامج الرأي 10 لـ10. وسعدنا بتواجدك معنا اليوم رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الأستاذ خالد الهاجري، شكرا لك يا أبو محمد. شكرا جزيلا. كل شكر لك. أكيد مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونقول شغلة بسيطة، الخصومات الشخصية والهمز واللمز ما يأثر على أشخاص، راح يأثر على بلد. اللي يخاف على البلد يحاول ينميها ويطورها بعيدا عن الجوانب الشخصية. نلقاكم على خير بحلقات جاية، في أمان الله.